رايحة فين يا هلا؟ انت نسيت انك تحت سيطرتي؟ رايحة فين؟ رايحة البيت. لا دلوقتي حتنامي. بص في عينيا. نامي نامي نامي. انت نمت؟ انا تحت امرك. افتحي المكتب اللي قدامك. قربي الخزنة. دلوقتي هتفتحي الخزنة بالأرقام. ابتدي برقم الشمال 8. دلوقتي رقم اليمين 10. افتحي الخزنة. طلعي العقد. خدي شنطتك واخرجي. انت عجباني يا هلا زي المجوهرات. انت ملك قلبي. انا تحت امرك. هلا. نعم. عاوزك تفكر فيا زي ما انا بفكر فيك. عاوزك تحبيني زي ما انا بحبك. حاضر. انا تحت امرك. لا يا هلا لا، لازم تحس بنفس الشعور. لازم قلبك يتكلم زي قلبي. أنا تحت أمرك. هيجي يوم تفكر فيا زي ما أنا بفكر فيك. نومه تقيل. ده انا اضرب له تليفون. حلو يطلع مشغول. ممكن تشرف لعندي على المكتب؟ عدم مؤاخذة أنا تأخرت بالنوم شوي، جاي حالا. أي بسرعة الفطور جاهز. إيش نفطر بالمكتب؟ لا على الترابيزة جنبك. ترابيزة. بدينا بالألغاز من الصبح. أي
نمت منيح؟ والله النومي كانت مريحة، لكن غريب كل المنارات اللي شفتها بالليل كانت في المقلوب. اتفضلوا يا جماعة، الفطار جاهز. ايه والله انا ميت من جوعي. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. شو الحمد لله. على ايش تفضل؟ الافطار. هذا بيض اومليت. بيض مسلوق، زيتون، زبده، جبنه دنماركيه، وهذا خبز. انتاج شركه المأكولات العلميه خالد دسم. مش بدك ما تاخذنا، هذا الموجود عندنا. يا دي الفضيحه، ما فيش حاجه من مقامك. حتى الفواكه ما عندنا غير موز، شايف؟ تفضل. ممنون. بدي تقل على معدتي. عن اذنك. برونتو، كي بارلا. اهلا سنيور جمال. كاكوستي. شو هالحكي؟ امتى؟ العنوان. طيب اتركوا كل شيء بمطرحه، انا جاي فورا. وقف لحظة. شو صار؟ سرقة جديدة. يا ساتر يا رب. والعمل؟ لازم نروح لمكان السرقة فورا للتحقيق. طبعا، يلا بسرعة حبيبي. سلوى العدة. أظن ناسي تلبس شيء مهيك؟ بسيطة هلا بلا جرافيك. عفوا، البدلة ضرورية كمان.